فالآية جاي تأهل النبي صلى الله عليه وآله إلى الصراع، جاي تهيئه، تقول له أنت قادم على مهمة عظيمة ولازم تكون بمستوى المهمة، لازم يكون عندك التأهيل الكافي حتى تخوض المعركة، لأن الدرب اللي راح تمشي به مو سهل، درب اللي راح تسير به درب وعر، درب راح تنتهي به إلى متاعب، عليه اصبر، هيئ نفسك للتحمل. يعني المسألة ما تتحمل أن واحد بنص الطريق ويتراجع أو بداية الطريق وينظر إلى الصعاب ويتراجع، لا، هاي المسألة مسألة كون تخوضها إلى النهاية، تمشي بها إلى نهاية الخط، لأنه ما يسعك أن تتراجع، ما يكمل لك الفتح إلا إلى نهاية الخط. فالآية الكريمة جاءت لتشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله مؤهل إلى خوض هذا الطريق. بأي دليل؟ بقرينة أن الآية وضعته في خط الرسل، وسيأتي خلال البحث إن شاء الله الهدف من وراء هذا شنو. طيب، من بعد هالمقدمة نرجع للآية الكريمة. الآية تقول اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أول سؤال، أن الآية وضعت النبي صلى الله عليه وآله بالخطة الجمعية، بالسلوك الجمعي، يعني تقول له أنت اعطف روحك على مسيرة الرسل، هالرسل الأنبياء اللي قبلك، نعم خليك وياهم على خطهم. ليش؟ شنو؟ لأن ما من شك أن السلوك الجمعي يعطي الإنسان طاقة أكثر من الطاقة الفردية، يعطي قوة أكثر من القوة الفردية. خلي أقرب لك المعنى. نفرض الآن واحد يخطب، لكن يخطب له على اثنين قاعدين، أفرض تحت المنبر مثلا، ما تصير عنده القوة الكافية والعزيمة الكافية اللي يقدر يبدع بيها أو يجلي. بالعكس، إذا كانت أكو تحت منبر جماهير، لا، يكون عنده قوة، يكون عنده قوة دفع أكثر، يستمد قوة من هذا الجمع، لأن السلوك يتحول إلى سلوك جمعي. لاحظ أكثر من هذا، الآن قد تمر مثلا مجموعة، أفرض أكو عندهم شعار، يمشون بهذا الشعار ويتحركون حركات عنيفة، والناس واقفة منها تتفرج عليهم، تلقى ذول الواقفين يهزون رواحهم وياهم. نبهني شوي زين، ها؟ هذا ما مو مشترك هو، لكن يحتاج لأن يلف السلوك الجمعي، يلفه، يأخذ أثر. وهي ظاهرة درسوها علماء الاجتماع واستفادوا من عدها في تطبيقاتهم، استفادوا منها كثيرا. السلوك الجمعي ما في شك أن يبعث عزيمة، ويعطي الإنسان شعور بأن على طريق من الطرق التي سلكها الآخرون وانتهوا بها إلى نتائج طيبة. فتقول له أنت شلون الأنبياء اتحركوا في مساراتهم وحملوا رسالتهم، أنت واحد من عدهم ضمنا، كنت تحمل هذه الرسالة وتقاتل كما قاتلوا، وتناضل كما ناضلوا، وتجاهد كما جاهدوا. إذن تريد تحطه في خط السلوك الجامعي، لأن السلوك الجمعي يعطي الإنسان طاقة. مو يقول أشهد أننا مضينا على ما مضى عليه البدريون. زين، شنو يعني؟ يعني أنت تقول له في نفس الخط هذا، في هالسلوك هذا، في هالمجموع، هذا المجموع ينبغي أن ينعكس عليك حتى تكون لك إرادة وعزيمة كما كانت لهم إرادة وعزيمة. أي واحدة؟ اثنين، أن الإنسان إذا تعرض إلى صعاب، إذا كانت هاي الصعاب تقع عليه وحده ما في شك يضعف، لكن إذا وقعت على الناس، نعم، تضيع بعد ما يشعر بالتعب. يعني ما نقول احنا بأمثالنا المصيبة إذا عمت تهون،
أين قال؟ إذا تقول له أنت راح تلاقي صعوبات في طريقك، لكن أنت مو وحدك واقع عليك هالصعوبات، هاي سنة الله. كل من يسلك طريق الإصلاح خليه يتوقع مشقة وآلام ويتحمل ألوان من العذاب، وهذا طبعا يهون عليه، ما في شك يهون عليه. إذا عرف أن الآخرين تعرضوا إلى نفس الأذى الذي يتعرض له أو أشد، هذا ينعكس حتما بلا كلام، يهون عليه الخطب، يعني المصيبة تهون عليه. اصبر كما صبر أولو الأد، خليك في هذا الخط الجمعي لتكتسب قوة أولا، ولتهون عليك المصائب بعد، ولتسلك طريق الأنبياء. كأن الدنيا منذ أن الله عز وجل خلقها أكو بها عوجاج وأكو بها مسيرة إصلاح، يعني البشر ما ننتظر من عنده أن كله يكون مستقيم، الله ما يجبرهم على العمل الصالح، إذا أجبرهم راح ذهب الثواب والعقاب. إذن الدنيا راح يصير بها انحرافات، وإذا صارت بها انحرافات لازم أكو واحد يقوم هذه الانحرافات، وإذا ما أكو واحد يقوم الانحرافات تتحول الدنيا إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف. نعم.